الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا ان الله امركم بامر عظيم، امركم بالصلاه والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان لا يهمكم، وارض عنا معهم يا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اجل بدوام التوفيق والهدايه والصحه والسلامه دلاله ملكنا وكلنا ومولد في مركبتنا يا ملك الاكون صرف العبد الله رعايه الدين المصطفى بالله الشهر بن مرحوم سلطان حق احمد الشاه المستعين بالله، وكذلك وولي معمول يسيب الكتب من درجه ميسر اكبر كنت حج عزيزه امين ميمون اسكناني انت المرحوم المتوكل على الله سلطان اسكندر الحاج. وكما نسالك اللهم دوام التوفيق والهدايه والصحه والسلامه لجلالة نائب الملك ماليزيا دولية معمولية تقريبا سلطان نزر معز الدين شاه بن الرحم سلطان أزلن محب الدين شاه المغفور له، وكذلك هو دولية معمولية رجب منصور البرا وانكم زار السليم. اللهم احفظ علماءهم ووزراءهم وقضاءهم وعمالهم ورعاياهم من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا امنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وايمان، وامن وامان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اعداءك اعداء الدين، وانصر من نصر الدين، وخذل من خذل المسلمين، واعز كلمتك الى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصه ومن بلدان المسلمين عامه، انك على كل شيء قدير. اللهم انا نعوذ بك من البرد والجنون والكذاب من سيء الاسقام يا ارحم الراحمين. يا الله لما صفحكم يا مهاب اموره مهما لما كره يا مهاب berpuasa atas setiap sesuatu. Kami hamba-hambamu yang lemah merayu kepadamu agar engkau mengampunkan segala dosa yang telah kami lakukan selama ini. Doakan dan hilanglah wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda kami agar dapat kami melaksanakan syiar-syiarmu dengan sempurna. Hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah serta tekun mengimarahkan masjid. Semuanya hanya kepadamu jua ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح.